النشرة الرياضية من القدس .com. أهلا بكم. حقق شباب الخليل فوزه الخامس على التوالي في دور المحترفين بعد فوزه في الجولة السادسة على مؤسسة البيرة بهدفين دون رد. اللاعب عاطف أبو هلال كان نجم اللقاء بعدما سجل هدفي الفوز لفريقه، الأول من ضربة حرة مباشرة والثاني من ركلة جزاء، ليرفع الشباب رصيده إلى 15 نقطة في الصدارة. من جانبه وصل فريق الظهرية نتائجه المميزة وحقق فوزه الثالث على التوالي بعد أن تغلب على مركز الأمعري بهدف نظيف ضمن الأسبوع السادس من دور المحترفين. هدف اللقاء الوحيد حمل توقيع اللاعب أحمد ماهر ليرفع الفريق رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني. حسم ترجي وادي النيس ديربي بيت لحم وتفوق على شباب الخضر بهدفين نظيفين في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث لدور المحترفين. وافتتح غالب يوسف التسجيل للترجي منتصف الشوط الأول قبل أن يقتنص المهاجم أشرف نعمان الهدف الثاني لفريقه. أحرز ميرا لين بيانيتش هدفين ليقود فريقه روما لمواصلة مسيرته الناجحة في الدوري الإيطالي لكرة القدم والفوز على نابولي بهدفين دون رد. وبهذا الفوز رفع روما رصيده إلى 24 نقطة بفوزه الثامن على التوالي، متقدما بخمس نقاط على يوفنتوس حامل اللقب في المركز الثاني، فيما تراجع نابولي للمركز الثالث خلف اليوفي وبفارق الأهداف. ذكرت صحيفة موندو ديفرتيفو الإسبانية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي سيحسن البنود المالية لعقده مع نادي برشلونة ليحصل على 20 مليون يورو سنوياً حتى يصبح اللاعب الأعلى أجراً على مستوى العالم. ووفقاً للصحيفة فأن البرازيلي نيمار هو ثاني أعلى اللاعبين أجراً على مستوى العالم بعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. أعلن نادي ليفربول أن مهاجمه الإسباني إياغو أسباس سيغيب عن صفوفه لأكثر من شهر بعد إصابته بتمزق في عضلة الفخذ. وشارك أسباس في ست مباريات مع ليفربول منذ انتقاله إليه من سيلتا فيغو وساعد الفريق على تقاسم صدارة الدوري الإنجليزي مع أرسنال. أخيراً في عالم الكرة الصفراء أعلن الإسباني رافائيل نادال المصنف الأول على العالم انسحابه من بطولة بازل السويسرية للتنس ليصبح السويسري روجيه فيدرر متصدراً للمشهد خلال أحداث البطولة. وقال نادال أن انسحابه من البطولة جاء بعد معاناته من نقص في الطاقة الجسدية. نهاية النشرة الرياضية، تحية طيبة وإلى اللقاء.